يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية حملاتهم الانتخابية لليوم الثاني عشر على التوالي كممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها لاستعراض برامجهم الانتخابية وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في التسع من نوفمبر الجاري القائمة النهائية للمرشحين والتي تستمر حتى يوم التسع والعشرين من نوفمبر للمصريين في الخارج ويوم الثامن من ديسمبر لمن هم في الداخل